إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبلا ما يا كتابك العربية بين يديك جزك اللباد حاشدة لباب قوليو شني السقاشن الوحدة الثالثة عشر عشرة وقيمت صدحية طبنات وهيكو رمز العالم الإسلامي يعني أدوينها إسلامك مسابقة إسلامية وترتن إسلامك كسابسا موضوعاني فاطمة إن أنت لقد وحدت لهذه مسابقة وترتن عن العالم الإسلامي أدوية إسلامك هي أرميه هذا كسابسا أو حل يسكوي دينيو ليلى ليلو حتى هيا قال إن حلها إنجو أنك شقينه أو أنفرفرنه معا لب إنجو وذكرنا أو سؤالها أنك جوابنه وأن إنجو سوي دينه مسابقة فاطمة حتى سؤال لك سؤالنا أدي قال أو كجوابية وسؤال لي سؤالنا أنا قال ليلى حتى حسن واسمه لكن السؤال الأول سؤال شكو بدوحوي عن عدد المسلمين إن كتواب ترضى مسلمين في العالم أدونك كل نول فعمر قاتل أكثر من مليار مسلم أدوني دوحة كل نول هل بليين أو مسلم إن كفر بضن بقى كل نول يعني كل مليون إن كبضن أيها كل نول فاطمة دوحة السؤال الثاني سؤال شكو بدوحة هاي عن عدد الدول الإسلامية الدولة لها إسلام كي أدوني دا كتشرة انت ايهين بعد المركة في العالم الدنيا وحكا جرى 54 دولة اسلامية افريا كنت دول دول او اسلام كتر سنبع عالم كتر افريا كنت دول دول ليلة ليلة وحكا السؤال الثالث سؤال سيستحادو حوي القارة وقارة اما قيبت التي فيها اكثر عدد اي كنو ليهين امد قيهين ثلاثة وقبضا مسلمين تاه عدد من المسلمين مسلمين تقول ترى بدن قارد هاي دقيهين قارد هاي دقيهين قارده يعني بدنيهين ومارت قارة آسيا أفريقيا أوروبا أمريكا ويبدنيهين قارد المسلمين تقول بدن تهاي وقارد دي فعت القارة آسيا قارد لا آسيا المسلمين تقول ترى بدنيهين فاطمة وعت القارة التي فيها أكبر عدد واتي قارد أي كنو ليهين ترد أقوى بدن من الدول الإسلامية حق دولتها مركز لقيا حق أفراد مركز لتري وح أقوى بدن تضحان قارة آسيا دولتها نتيبا أقوى بدن قارة إفريقيا يعني قارة إفريقيا يا أفريقيا أي حق دولتها مركز لترينا أنت أقوى بدن أي كسم يسيهن ليلة ليلة واحدة أكثر الدول الإسلامية سكانا دولتها إسلام كتيبا أقوى بدن حق ديجان كي ضد يا غضب بدن أندونيسيا دل كأندونيسيا تضحان وغط رب بدن دولة وغط الكبدة يعني دل كده مركلة تريد دولة دحان أندونيسيا غض دولة يا غضب بدن فاطمة حتى أكبر الدول الإسلامية مساحة دولة وغط دلوين تضحان تضحان وحقوق بدن أندونيسيا تضحان توجوين واتما السودان بيت مركز السودان بعد تضحان الدنيا دولة سيرتو إسلاما إذا أقول ضل بلا رح أقول ضلك ليلة واحدة أقل الدول الإسلامية سكانا دولتها إسلام كتوجد تدير وأصغرها مساحة ملك كفر دعنا أقول يريحي والدولة دي بعد الجزر مالديف جزيرة هلايرا جزر مالديف فأقول تدير أقول نضلير فاطمة واحدة السؤال الأخير سؤال شو قلت ما يسوي حوي على بلد الإسلامي وكيف وضن كإسلام كا الذي يحتله اليهود يهود تلك أيهايستان يهود يضل إسلامي واقوما بعد فلسطين
ودلك فلسطين ليلى واحد أنقذه الله منهم إلهها كبد بارها كسب تصارو فاطمة واحد إن شاء الله هدي الله إلى يا الله من مسابقة سهلة الله إلى واحد هيد ترتم فضض بها أو سدبير لوجت وياه مكاي لهذين استيعاب هذا هو معنيه ولا فهمه تدريب واحد ليلى كوبادو حويه ضع علامة صواب علامة صحة الصار أو خطأ أو علامة خطأ أمتها غلط ثم صح الخطأ وحي قرد مركز الصواب وحي صحانا حقا كقر واحد عدد المسلمين في العالم مليار مسلم مسلمين تا تردو دا الدنيا كنوا الواء هل بليين مرقاح عن صومر وقلت أكثر من مليار بينهم وإن كبضا مليار أما بليين اثنين أكثر المسلمين في قارة آسيا مسلمين تا قلت رضا بدن وحي كنوا لقارة آسيا تاسنا ولا صحية ثلاثة أصغر الدول الإسلامية المالديف ويان دولة أغير دلهاني دلهان أغير وصحوتان ولا صحية أربعة في قارة إفريقيا أكبر عدد من الدول الإسلامية قارة إفريقيا حكوية للدولة أغوين يعني أغو بضن باللغة تيدا دولة إسلام هو أغو بضن دولة حكوية لإفريقيا تاسنا وصح خمسة إندونيسيا أكبر الدول الإسلامية مساحة إندونيسيا هو الدولة أغوين أما هو الدولة أغوين حق الأهان وإندونيسيا تاول غلطة تضحان بأغو بضن تيدا لكن تلاحان وحقوين السودان تدريب الثاني ليلسك لبادوح ويرتب الجملة الآتية اسكوها قاتي جملة ها صوى صعودة كما وردت في الحوار سيدو الشيكيسة قصة أرورتي اسكوها قاتي الجملة المرتبة جملة ها بيسان حقا كقر وحمرك هاي مكان كقر ستحل وحي كشقين فاطمة سؤالا بي كشقين دونتا وتحل وحي كشقين سليلان سؤالا آخر بي فرفور ايسا يعني اكيد شوابسا اتنين وكانت مسابقة سهلة جدا وهي هذه المسابقة أضو هولير أو نبيل ومركب اللي فهمي ثلاثة هناك مسابقة على العالم الإسلامي وهي شراء مسابقة أما ترتن لو قرأي أرهمك مسابقة إلا قد جوابه عالم الإسلامي أربعة كان السؤال الأول سؤال شكو أضو هذه المسابقة راسي عن عدد المسلمين في العالم ثلاثة مسلمين تأكلنا للديود وإمسا أي سؤال شكو أضو هيد خمسة اتفقت وحكوه الشيين الصديقتان اللي بضاها بلوض صاحبك أها على حل المسابقة إن كشف غيان مسابقات وكتوابان سلسوها لكن يهضبوها محيط وعد كبير عباسة الرقم كصدحات هناك مسابقة وعد جلتين ترتم كل صابسا في العالم الإسلامي أيها التجريك والقهر يسف وغضب اتفقت وحكوه الشيين هضبها الصديقتان على حل المسابقة إن مسابقات دا توابه إذا كشف غيان وأمارتي وسؤالي إيه وأي حليان ويعني كتوابان وطلبات بدنا نقول سألك حكتا وعمرك كسي حقيقية كان السؤال الأول سؤال شكو وضوح يا هيد عن عدد المسلمين في العالم ترضى مسلمين تأديو دو كنول وعمرك كحقا ما يتاوح كهر اتفقت أسيديقتان على حل المسابقة تاسا كحقا روح الأرنة يا هناك مسابقة على العالم الإسلامي باكي شرتي وسؤال وتكوبات اتفقت صديقتان وحكوه الشيء على حل المسابقات إن مسابقة داك الشقيان يوم مركب وحكوه الشيء حقا ستحل فاطمة سؤالا سؤال وحكوه الشقيان سفاطمة وتحل الليلة سؤالا أخرى سؤالا آخر سؤال شكرا كشقيان سا صدح عمرك الاسكوح السيء وحكوه الشيء حقا كان السؤال الأول عن عدد المسلمين في العالم سؤال شكو وضوح يا هيد ثلاثة دكا مسلمين تكونوا على الدنيا وعمرك أقدم بها وكانت مسابقة سهلة جدا وهي هاي ترتم فضوض أو يعني سدبير لوغة قرتي أما لوغة شقين كري مفردات مكنوويان وأري أري تدريب واحد ليس كوباد سلبين الكلمتين المتضادتين وعلى حد الرسالة لماذا الكلمدود معنو يسكسه ورشيدو الأول بحل كاكو قرن وحاكسه ورشي الأخير كيو ريه كيو دنبي بيسكسه ورشيد أطول كوغو دير بحل كاكو قرن وحاكسه ورشيد أقصر كوغو قابن أقوى بالك أكو قرن كوجو حق بدن وعكس ورشي أضعف كوجو تاج تدرن أكبر بالك أكو قرن وعكس ورشي أصغر كوجير أغرب بالك أكو قرن كوجو وعكس ورشي إذا أبعد كوجو فك أغنى بالك أكو قرن كوجو مال قبنسن وعكس ورشي أفقر كوجو فقير سن أكو باه بدن أكثر بالك أكو قرن وعكس ورشي إذا أقل كوجير واتطبيع تطبع لو ودنا بيسكس ورشي دان يعني لبعض ملك أسكس ورشي دا حريق سوح البال اللي تدريب ثاني ليلسك لبعض رتب اسكوها قاتي ما يلي وحصوص على بحسب التسلسل
siday isu dulo yaalaan ee isu u kala dambeeyaan min al akbar ka u weyn ka bilow ila al asghar ka u hoose ka ugu yar ku soo gaad imarkan maxaa kugu qoran al aalam madina qara hayya dawlatu hadaba ka u sareeyay inta ka bilowdo u weyn ka hoose soo gaad waxa kan markana kugu qoran alfun asharatun milyaarun milyoon mi'atun baa kugu qoran si u kala weeyihiin u soo bilow ila ka hoose soo gaad ka hor wax hadanaysa al aalam waa dunyadii oo dhan waa aqalka ku xigta adduunyada qaaratun qaarad dhan oo intaas oo dowlad ku yaalaan waa ku sii xigta dawlatun dowlad baa ku xigta waa ku sii xiga madinatun magaalo oo dowlad ka siimida waa ku sii xiga u yar xayun xaafad oo magaalada ka siimida marka hore waa caalam al caalam badanaysa waa ku sii qaaratun waa ku sii dawlatun waa ku sii madinatun waa ku sii xigta ugu yar xayun oo xaafad magaalada ka mid ah halkaas arana waxa uu sareeyaa milyaar waa billion waa kun million waxa ku xiga marka million isagu waa million waxa ku sii xiga alfun oo kun ah waxa ku sii xiga mi'atun oo boqola waxa ugu yar casharatun oo tobana ayaa ugu yar iltiqaa sawtayn jinsayn imika waxa weeye laba xaraf oo laba jinsi kale ah oo kulmay oo haddana la isu idqaamo ayaa jira oo waa aswaat codadkii aljinsaani labada jinsi ayaa imika laga hadlay waa laba xaraf oo aan isku mid ahayn si ku hore aynu soo marnay wuxuu ku lusawtayni laba cod oo kasta oo jinsayn laba jinsi kale ah oo iltaqaya kulmay oo awaluhuma saakinun ka hor reeban yahay wajibu waxa waajiba idqaamul awali fi thani in ka hore ka dambe lagu la dhexgeliyo idqaam waa in la dhexgeliyo wanudquhu in lagu hadlo oo lagu dhawaaqo ka sawtil thani sida codka kalabaad labada kalabaad mushaddadan iyadoo oo la adkeeyay laba xaraf oo isku makhrajin oo baa jira oo la isu diqaamo oon isku xarafna ahayn hadduu ka hor reeban yahay ka dambe xarakaysan waxa la sameeyaa waa la isku diqaamaa dhawaaqa soo baxana wuxuu noqdaa labada ka dambe oo shidan baa laga dhigaa labadooda ka dambe maalan waxaa ka mid a buu ku yihi ta zaa'id ta haddii ta iyo ta'i ay kulmaan oo taadu dambaysa da'daa la shidayaa daa shidan baa labadii laga waana ta iyo da isku mid maaha waxaa ka mid a da zaa'id ta haddii da'du horeyso ta'na ka dambayso waa la isku shidaya ka dambaa la qaadanayaa waxaa ka mid a ta zaa'id daal haddii daal iyo ta ay isku xigaan waa la isku shida ka dambaa la qaataa waxaa kaloo ka mid a cagsiga daal zaa'id ta haddii daal kore ta'du ka dambayso waa la isku shidaa ta'daa lagu dhawaaqayaa kolba ka dambaa lagu dhawaaqaa waaya laam zaa'id raa haddii laam iyo raa isku xigaan waxaa lagu dhawaaqayaa ra'da dambe waana isku shidayaa oo ra'daa la shidayaa nuun zaa'id ra haddii nuun iyo ra isku xigaan ra'daa lagu dhawaaqayaa kulba ka dambe la dhawaaqa la qaadanayaa shidaya waxaa ka mid a daal oo dhibic leh zaa'id da marka waa la isku shidayaa da'daa la qaadanayaa haddii daadu ay dambayso waxaa kaloo ka mid a qaaf zaa'id kaaf haddii kaaf iyo ay qaaf isku beegmaan ka dambaa la qaataa koorna uu reebanya waa shardi inuu ka hor reebanaado oo ka dambu baa la shadaa istamic walaaxid dhegayso oo u fiirso waxaa ka mid ah waqaalad daa'ifa ekada waqaalad daa'ifa qaalad baa horeysa taadii hor reeban daa baa ka dambaysa waa laba jinsi isku xaraf ma aha waa laba kale xaraf waana la isku idqaamaa kee baa la qaataa markaa xarafka dambe unbaa la shadayaa taadii meeshoo ka baxaysa waqaalad daa'ifa unbaa loonaya waxaa ka mid a falama ahqala dacwa allaha ahqala dacwa allaha rabbahuma egan falama ahqala dacwa allaha rabbahuma bay baryeen waxaa wiya aadan tusaale ahaan markay cuslaatay marka ahqalat weye halkaas taa reeban ma horeysa daal baa ka dambeeya waa la isugu diqaamaa isku xarafna ma aha maxaa la sameeyaa xarafka dambe unba dhawaaqiisa la qaataa la shadaa ka kala meesha waa laga saaraya falama ahqala dacwa allaha daalkii shadun baa la akhriya taadii baa la dhaafaya ilaan laba xaraf oo kala kaana weeyaan si kale iskuma shadmi karaan waa mid un la shadaa ka kalena meesha laga saaraa dhawaaqiisa waqad tabayana ufisa waqad tabayana lakum min masaakinihim waqad tabayana qad baa halkaa horeysa daal reeban taabaa ku xigta taada dhawaaqeedu baa la qaadanaya daalka waa laga tegayaa taadaa dee la shadee laalaban laabaya waqad tabayana lakum arbaca faqaala axadtu bimaa lam tuxit bihi axadtu axadtu bimaa lam tuxid bihi akada axad weeyaan ta baa reeban ta baa ka dambaysa
labadu waa la soo shadeeyay keeba la qaadanaya taada dambe dhawaaqeeda taada waa la qarinaya ahad tu balan marka ahad tu lama oranayo faqaal ahad tu bima lam tuhad bihi marka taada waa la qarinaya oo taadi baa reebana horeysa taadi baa dambeysa labada xaraf ee kala kaan kale soo shado ka damba la qaata dhawaaqiisa oo la sadaa waqur rabbi zidni ilman ufirsa waqur rabbi zidni ilman waxa weeye marka laam ba horeeyo reeban raaba ku xigta waa la isku shaday laamkii la akhri maayo raad u malashadaya sita ulaaika ala hudam min rabbihim ufirsa imka nuur ba horeeya nuunkaas uu reeban raaba ka daba dhacday waa la isku shadaya nuunka la akhri maayo raad u malashadaya walan yanfa'akum al-firar id zalamtum ufirsa id zalamtum imka id oo daal reebana iyo daadi ba ka dambeeya maxaa la yeelayaa walaa suud qaamay daada la qaadanaya kulba xarafka dambe inta la sidaa ka hore dhawaaqiisa laga tagayay markay laba xaraf kala yihiin alam nakhluqukum min ma'in mahin alam nakhluqukum wafirso nakhluqukum miyana li ka abuurin min ma'in biya mahin li taba ilahay marka hadaba alam nakhluqukum nakhluqu way halkaas nakhluqukum qaafka reeban oo horeeya kaafka ka dambeeya dabadna waxa la qaadanaya dhawaaqa kaafka qolashadaya maxaa meeshii ka baxay qaafka kolba ka hore waa laga tagay dhawaaqiisa ka dambe dhawaaqiisa la sadey umba la qaadanaya markii laba xaraf yihiin oo isku shadmaya oo kala kaan ah al-fi'l mulaahadatu nahwiyatu imka waxa weeye waa jaleeca ama milicsi xagga naxwada ku saabsan al-fi'l sahih ficilka saxiixa ah fayow iyo al-fi'l mu'tall ficilka buka hadaba al-fi'l ficilku qismaan laba u kala baxaa saxiixul mid fayow waa uu isagu alladi waa ficilka xuruufu xuruuftiisu kulluha dhamaanteedba saxiixatun ay fayowdahay ee saddexda xarf ficile ee alif iyo waw iyo ya aha midna aanay ku jirin shan iyo labaatan ka kale ee sideed iyo labaatan xaraf kamida mid kamid oo kuwa kamid oo ku koobay mu'tall midna wuu buka waa uu isagu alladi ka buka alladi waa ficilka بعض حروفه حروف ذي سقار كما ذي علة أي هنا قار عذرة واللغة جدو ألف يي وهو هضب إسقو وكابك أقسام قيبو كربحا مثال باب الليلة مثال هذه مثال يا هذا سحو لم ذي هوي يانو وحب الله ما يعلالي أو حرف ككوبات وحرف علة النقضي ككوبات وكبلا مية ووكن أوله حرف علة ككوبات وحرف علة وأجوف من دوات من دحدة كبك يقاحرة يجوفك oo wasadu xarf cilatin ee xarafka dhexe ayaa xarf cilaa ah wanaagsan mid waxa mid dhiman baa la yiraahdaa oo aakhiru xarf cilatin ka u dambeeya xarf cilaa ah wala fiif bal lafiif mid laba xarf cila ku duuban yihiin yaani lafa uu duubay weey laba xarf cilaa ku duuban fi xarfaa cilatin wakaad laba xarf cilaa ku jira waxa loo si kala qaybiyaa lafiif maqruun iyo lafiif mafruuq labada xarf cila hadii isku xigaan waxa la lafiif maqruun laba xarf cilaa isku xigaa ku jira haddii labada xarf cilaa hareeraha kaga jiraan oo mid saxay u dhaxay waxa la yiraahdaa lafiif mafruuq waa mid laba xarf cilaa ku jiraan oo labada xarf cilaa loo kala dhaxeeyo udrus baro walaaxid u fiirso alficlu horta ficilku wuxuu qaysaa marka hore saxiixun iyo muctalun labadaas u kala noqdaa muctalka hadaba qaybood arkaysaa siduu u qaybiyey saaxim uu qaybinin oo isagoo mahmuus iyo mudacaf iyo saalim buu sii noqdaa kaa saxiixa ay muu qaybina laakiin wuxuu qaybiyey muctalka muxuu u qaybiyey mithaalun mid xagga hore ka buka oo mutaalis waa maxay wajada u fiirsa wuxuu helay saddex xaraf weeye xarfu cilo waa wowga u horeeya kul hadduu wowga u horeeya ama xaraf ka horeeya hadduu xarfu cilo noqdo waxaa la yidhahdaa mithaal saaxay isku mid yihiin oo cillado badani ma galaan ajwaf waa ka dhexda ka buka bal u fiirso qaala weeye tusaalihiisuna oo alif baa dhexda kaga jira naaqis waa mid dhiman xagga dambuu ka bukaa qadaa wuu xukumay eeg maxaa u dambeeya yaqdi qadaa yaqdi waxaa u dambeeya yaaba u dambeysa lafiif u fiirso waa labada xarf cilaa laba ku jiraan waqaa wuu ilaaliyey xagga hore maxaa kaga jira waxaa kaga jira wow xagga dambena maxaa kaga jira yaabaa kaga jirta alifba u akhrisantay waqaa yaqi wuxuu markaa noqonayaa lafiif mafruuq labada xarf cilana qaafka u dhexeeya nawaa buu haddana soo qaatay nawaa waa lafiif maqruunkani labadii xarf cilaa isku xiga nuun ayaa ku jira wow baa ku jira yaa baa kasii dambeysa ama waxaa kasii dambeeya alif labadii xarf cilaa way isku xigaan waxaa la lafiif maqruun intaas uu qaysamayaa tadriib waa laylis baa waxaa dhigtaa khatan xariiq ku qor xariiq mari
تحت الفعل المعطل حرف فعل كبك هوستيسا حريق مري وبين نوعه نوع عيسى عديه ما مثال با ما أجوف با ما ناقص با ما لفيف با أفرطان نوع كوي هنا شك كما في المثال سات الصلاة لقومه شيء الجملة تلقى جملة دي باكو قرن هل كان واحد قرن نوع المعطل نوع المعطل كوي هاي لبعض أصحابك العدين سا لقد تاب الله على النبي نبي له وكتوبة أقبل يبود هذا بتاب حريق بخاص لقي ما حكالة هذا أجوف أو لحظة كبك تاب ألف ولحظة كتيرة هذا وقف المسلمون مسلمين توحى استعجل في عرفة تبوا هالك كوقري ما هذا كوقري سأذوق وهالقرط حريق بعد وقف إلى حريق قاصد جيسا هالكن ما هذا كوقري سأ مثال حق هرو كبك هذا نسا ثلاثة قضى محمد محمد حق صار ما يصير العضلة تفسحي هناك هالك قرط قضى والعرامة قاصد جيسا حق ده ما هذا ما هذا كوقري سأ ناقص إلى حق ده مكبك هاي أربعة قرأ الإمام الخطبة إمامك خطبة دي بأغري كاسق وصحيح مهموز أويا ما هم معطلك أنت معطل قبل كالسة أكل الطفل إن كيرا وحوني تفاحة تنبوعوني كان واصحيح مهموز الأول كهر مهموز الآخر بوها بلا وجوه مسكني كل ياي مهموز صحيح وكتلة نال وحو قاري المجد نكيد دالي جائزة أبا المرين بوهاري أرت واحد على من الإنسان نال الحريق من الإنسان هل كان محاذ كقول إنسان أجوف لحظة كبك وضع من الإنسان هل كان نوام حي سبعة كتب وحو قري الموظف قف كيش قالها خطابا بو قري يعني هذا البو قري وايه كاسق واسحيح وكتب عوى وحو كعي أذيب ييجي كعي في الغابة كين تلحظة كعي عوى بعض خاص من الإنسان محي حريق حق أن محاذ كقول إنسان ناقص لحظة كبك سارة وحي قل قولين الماء به في الوادي دو حي اي غلغلين اي بتاعين اي مرين بيه سارة بعض علامة ارتمرن اي سهوستا هل كان نمحاس بقول اي اجوف تحضو كبك معني سوية يبس وحا انجي الخبز روتي دي باقل شيء يبس بعض ارتمر كوري علامة ارتمرن اي سهوستا حق ان نمحاس بقول اي مثال الا بلغو يا كل ياهي يبس وادر كيسا بلغو كبك حرف كواد بحرف علاه سيقة وحلوك حي الكفار وقالدي إلى النار حق النار والعياذ بالله سيقة إلى عالم خاص من النساء حق أن محل كقول إسأ أجوف إلا دحض حرف علك كتير هاي نهى وحوديدي علي علي وديدي ابنه إن كيسي عن اللعب عيارتي نهى بالعالم خاص من النساء حق أصل وحق كقول إسأ ناقص إلا دحض كبك حق دبو كبك هاي فهم المسموع إما كانوا وين لفهمه وحيل مقلي وكازوا كيس هنيت في عشرة وباهنا استمع لجيسو إلى الخبر وركع عشرة كتبا ثم أجب في الجواب عن الأسئلة التالية سؤالها صوص عضا باختصار سكوبا واحد وحوي ما اسم المجلة ما اسم المجلة الجديدة تردد عصب مقعد وامحين تردد بخشة كيليا اثنين ما لغة المجلة الجديدة محال وقراء مجلة عصب لغة دي دوام حافه وقرنتاج ثلاثة ما الهدف ومحاول تردد لقلها من إنشاء هيئة المجلة هيئة كشة قيسية عن المجلة هي تريد لها وأكو صباح ويراون ويجيمر أما بالشيمر أما دور كبر أدمر محا وتشددوا أي هذا الله أساسه أربعة وذكر واحد سيقتا أسماء ثلاثة دول فتح دولة دود مقعي دود سيق وساعدتها أي عاوسي الهيئة هي أدى يوحى صوصارتا أي عاوسي كالسيكي خامسة أذكر ثلاثة أنواع واحد سيقتا ستح نوع ومن المساعدات تاقيرا دي يعاوما دي أي سيسي كمدة دولتها أربعة أما خمسة ستة ما القارات وما حي قارلها أي مارت قارلها الدنيا التي تقدم لها أي أوجد بسويسيسو الهيئة المساعدات قارلها تاجرها سيسو وكوي أنت واحد كتوابي مثل دنيستو شريطك وكوريا تكلم مكانوي هذا تدريب واحد تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك مع زميلك اسوي درسه ويديني والعلم أما سؤال يتواب أدي يا صاحبك ونشاط ثنائي وأشق الله وقف قمنيان ما اسم بلدك واحد ما اسم بلدك مقع هذا مقع وطنك قوام حي مقع وطنك قوام مقع ما اثنين في أي قارة بلدك وطنك قارة كوية لواتي ثلاثة ما عاصمته تلك عاصمة دي سيما قال ماذا حديثه واطمة أربعة كم عدد سكانه ثلاثة ددك الدقان تلك وانت خمسة ما مساحته انت بدك وكفر ليه بدك يعني هو انت كيلومتر ادلكا ويهي انت كيلومتر اسكويرا ادلكا ويهي هو امسا ستة كم عدد المسلمين فيه مسلمين تدقني
انت دقينا مسلمين هو امسا دالكاد تدريب تاني ليلة كلابات قم قبو مع فريق اضو كوحلو قبانايا من زملائك صاحب هذا كمدا بإعداد مسابقة انا ديارسان ادوكم ترتم ديارية ادوكم ترتم ديارية وعنك ديارنايسان عن العالم الدنيا دك ديارية تشملوا وانا كوبتو نشاط الفريق تشمل وين الكوبتا اللي حيطبن كاسو أرادوا صوص عضا مثله وين الكوبتا المسابقة تشمل واحد كوبيسا اللي حيطبن كاسو أرادوا صوص عضا نشاط الفريق ويا مركا كوحبا وضا قبريسا واحد عدد السكان في العالم واحد سؤال خليك تان ترد الدنيا كنوا الضد الدون كوردان تكنوا اثنين عدد الدول في العالم انت الدنيا دولة كتيرته قال إسلام بار ثلاثة أغنى دول في العالم واحد قريسان الدنيا دولها وقوقا نيسان وسؤال لين لقيت شوابي للدنيا أربعة أفقر الدول في العالم دولها وقوقا نيسان الدنيا وسؤال لقيت شوابي للديار النسو خمسة أقوى الدول في العالم دولها دونك وقوحوك بطن حق حبك إيا حق عيدة ماذا إيا حق مارتي إيه أود ستة أضعف الدول في العالم دولها وقوقا تقدر الدنيا سبعة أكثر القارات الدولا قاردهن الدنيا دوكا قوان تكو وقود دولة بطن انت اصدروا ذلك سميسيهين ثمانية اقل القارات الدولا قاردها كو وقود دولة دير دولتها كو يركوية الان تسعة اكثر دول سكانا دولتها وقود دولة بطن ادتك وقود بطن يكونوا ليهين عشرة اقل دول سكان دولتها وقود دولة كير احدى عشر اكبر دول مساحة دولتها وقود دول كوي 12 أصغر دول مساحة دولتها أقود دولك يا الدنيا 13 أكثر قارات سكانا قاردها أقود دتك بدن 14 أقل القارات سكانا قاردها أقود دتك ير 15 أكبر القارات مساحة قاردها أقود وين الدنيا 16 أصغر القارات مساحة قاردها أقود دلك ير يا حق بيتك روك أقود تهيئة واديار فكر كفكر في الإجابة كتوابدة عن الأسئلة الآتية إلا كتوابت سؤالها صوص عضا متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم قور ما النبي قال متى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قور ما النبي محمد صوص عري أين بعثها الكي لك صوص عري يدي قان كيد الكي ثلاثة لمن بعثها محا لمن بعثها لمن بعثها ومضى يددك الله صوص عري وأيه عالم قرنبا الله صوص عري النبي عليه السلام أربعة هل أسلمت الشعوب الإسلامية مية إسلامية ضدك أمضها مسلمين تو رغبة يجو دين تجعل أو رهبة مسعف سي يبقى دين إسلام وقاتل رغبة وقاتل تعال وأنا كي شواب دون تحقنا لكي شوابية ميزات العالم الإسلام وحيابها أقار كعالم الإسلام أما دين الإسلام وحيابها أقار باشرة بدأت ويبلا بنتي الدعوة الإسلامية دين إسلام وحيابها بلا بنتي في الجزيرة العربية جزيرة العلا جزيرة العربية هرتك بلا بنتي في القرن السابع الميلادي قرن جيت الطباد لشهد النبي عيسى سئو قرطان يعني لقصوا بلا أبو قرن جيت الطباد بأهيد وانتشرت ويف في الدي دين إسلامكو سريعا صدق سأه دق دقة خارج الجزيرة العربية جزيرة عربت هو كب حضي وأنا كف الدنيا ذكرك فافتي وبعد قرن مركي قرن لما ذيك كذب ضمت واحد كوبتي قادي مساحة واسعة غيب وين أو كم دا من الكرة الأرضية كبدًا رولك ككوبين هي الدوينها أورن قيبًا أي إسلام كقاري أو دين إسلام قلقة قاتولة قرقمي شملت واحد كوبتي المنطقة من الصين قيب كم دا يعني تشينها شرقا حق بريغا تشيني قادي أو إلى ما أنت مسلمين تكونوا لهين إلى المحيط الأطلسي إلى يعني بدوين أتلانتيك الله إلى هذا أي قادي غربا حق قلبيتك ومن البحر الأسود واحد قادي بدأ مدو يو سيبيريا لك الله إلى هذا شمالا حق وقوي إلى المحيط الهندي إلى يعني إنديان أو شنكا بدوين هندية أي قادي جنوبا حق كونفورتا حق أنا حق قادي سيبيريا هي مارتة لك برفكو فرديو أي قادي حق وقوي دخلت واحد سوق علي شعوب كثيرة أمضى بضم بعض سوق علي في الإسلام دين الإسلام ضايعة يجو أقل الدنيا وأنا خصبني وهو كان سمين دين تأجل ما هي قاتل دين الإسلام لأنه إسلامه أزاله وهو قتل قاضي الظلم قدرته اللي هو هي
iyo gumaysigii haystay anha ummadaha xurriyad iyo walaalnimo iyo sinaan iyo cadaalad buu islaamku siiyay waxa qaqa wuxuu u rumeyay oo hirgeliyay laha ummadaha diinta qaatay alcadna sinaansho iyo garsoor iyo eexlaan ayuu islaamku ku dhaqay tulmigina uu ka dulqaaday gumaysigina uu ka dulqaaday saasay diinta ku qaateen waana jeclaadeen ilaa waa diin ilaahay waqad jacal islaam islaamku wuxuu ka dhigay meel muslimiinta dadka muslimiinta ah ummatan waahidatan ummad kaliya isku mid ah oon kala qaybsanayn ayuu ka dhigay oon kala sarreyn hiya al-ummatu al-islamiyya bay noqotay ummad islaam ah ummada kaliya ee mideysanayn oo xuquuqdoodu isku mid tahay oo aan qofna qof ka sarreyn qaala tacaala ilaahu wuxuu yidhi inna haadihi tan ummatukum ummadiini weeye ummatan waahida waa ummad keliya isku mid a waana rabbukum anna allihiin baan ahaye facbuduuni icaabuda wataa shareecada islaamku waxa yacni kala sarreeyaa ma jiro wa waxada alislaamu islaamku wuxuu mideeyey bayna almuslimiin muslimiinta wuu mideeyey wuu isku tolay isku dad buu ka dhigay isku diin buu ka dhigay isku wuxuu ka dhigay dowlad biraqmi inkasta oo min ikhtilaafi acraaqihim isirkoodu iyo hiddahoodu uu kala duwanaa oo aanay isku ummad isir ka soo wada jeeda iyo abtirsiin wadaagta may ahayn wa alwaanihim midabadooduna way kala duwanaayeen wa luqaatihim afkay ku hadlayaana way kala duwanaayeen wa bay-aatihim deegaanadooduna way kala duwanaayeen fa rabbuhum muxuu haddaba ku mideeyey islaamku marka intaasoo dhan kala duwan yihiin wuxuu ku mideeyey waxa weeye fa rabbuhum waaxidun allahood waa mid keliya way wadaagaan waa isku ilaah wa kitaabuhum waaxidun kitaabkooda qur-aankuna waa isku mid wa rasuuluhum waaxidun rasuulkooda nebi maxamedna waa isku mid wa qiblatun qiblada utukadaana waaxidatun waa isku mid afartaa qodobba way wadaagaan oo mideeya lilcaalamiin islaamiyi haddaba caalamka islaamku wuxuu leeyahay mazaaya waxyaabo u gaara oo u gooniya kahiiratun oo fara badan buu islaamku leeyahay caalamka islaamku ama dunida islaamka aanaahan jacaalatu waxay ka dhigtay arrimahaasi min ahami almanaadiqi goobaha ugu muhiimsan fil caalam adduunyada ugu muhiimsan buu islaamku noqday dalkiisu fa min naxayati marka dhan laga eego huwa caalamulislaami huwa isagu kalqalbi wadnahoo kale u yahay liaasiya wa afriqiya wa oroba saddexdaa qaaradood alqaaraatu alqadiima oo kale ah aasiya iyo afriqiya iyo oroba oo yuruba wuxuu u yahay sa wadnahoo kale oo waxa u yahay udubdhaxaad halka isku xidho weeye oo yusrif wuxuu u dhow yahay calaa kasiir nin fara badanna uu u dhow yahay min almamaraati almaa'iya meelaha laysaga tallaabo ee badaha laysaga gudbo ee adduunyadu ay iskaga tallaabtana qaaradu iskaga gudbaanna islaamka ayay ku yaallaan kalbaxri alaxmar baa ka mid a meelaha laysaga gudbo walbaxri alabyad almutawasit badda cad ee dhexe badda la yidhaah ayaa ka mid ah mediterraneanka la yidhaahdo wa baxri alacarab baa ka mid a bacd la yhaha badda carabta iyo walkhaliiji alcarabi khaliiji alcarabi khaliijka la yidhaahdo ama gacanka carbeed la yidhaahdo waxaasoo dhammi waa meelaha adduunya iskaga gooshaan ee iskaga gudbaan oo muslimiinta ay sii dhex maraan walmuxiit alatlasi badda atlantikada ama badweyntaasi taana way u dhowdahay islaamka walmuxiit alhindi iyo badweynta india iyo walmuxiit alhaadi yacni badweynta la yidhaahdo intuu caalam islaami bay agtiisa yihiin ama qaybo ka mid ahoo badan ayaa dee caalam islaami soo gelaya wa fi lcaalamiin islaami caalamka islaamka waxaa kaloo ku dhex yaalla sarawaatun waxyaabo barwaaqo oo dhaqaale ah oo ziraaciyatun xagga beeraha ah iyo wa macdaniyatun xagga macdanta adduunyadu u baahan tahay iyo wa xayawaaniyatun xagga xayawaanka nool oo cadiidatun tiro badanna islaamku uu leeyahay dalka muslimiintu isticaab waa in la fahmo haddaba macnihii aan soo sheegnay tadriib waaxid layliska koowaad ba calaamata sawaab calaamada sax waxaad ku qortaa oo calaamata khata waxaad ku qortaa fil murabac afargeesla halkaa ku qoran ee bannaan ama sax ku qor ama qalad ku qor uma saxix alkhata'a halkaad khalad ku qortay adigu sax asawaab wixii saxaan xaggan ku qor waaxid badda alislaamu islaamku wuxuu ka bilaabmay bilowgii hore fi jasiirati alcarabiyati buu ka bilaabmay jasiiradda carabta fi lqarni alkhaamis almiilaadi qarnigii shanaad ee maaragtay dhalashada nabi ciise waxaa marka la odhanaya kaas waa qalad oo fi lqarni saabici almiilaadi bayna soo marnay itniin bacda nisfi qarnin muxuu ahaa qarni kale barhkii konton sano meelaha ayaa intashara alislaamu fi masaaxati kabiirati min alard wuxuu ku faafay qayb weyn oo dhulka ka mid a taasina waa qalad waxaynagu aynu soo marnay bacda qarnin baynu soo marnay boqol sano dabadeed talaata takhtalifu shucuub alislaamiyatu way kala duwan ummadaha islaamka ku nooli iyo diinta islaamka haystaa
في عراقها إسر كدو كدوية هاي ولغاتها لغات يدو كدوية هاي وألوانها مدى بدن وكدوية هاي تاسوا صحي يدو وصاسي وكدوية يشرف على العالم الإسلام وحوله هاي على قليل من على قليل من المرات المائية إن يروا كم إذا قولها لسيقى قدبو أحق بيها الدنيا بضعها لسيقى طلابه تاسوا قلت على كثير من المرات إن بضن بقولوا يهو دلالك إسلامك كوية أو قولها لسيقى طلابه تدريب تاني أجب كجواب باختصار سكوبا عما يليوح صوص عضا واحد من المنطقة ومحي قبلك التي شملها الإسلام إسلام هو كل مهو قوي بعد قرن من الزمان يا منطقة قوي محي هيد واحد منطقة وين وأذ بالعرب هيد أو كونفر يو وقوي يو قلبه يو بري ومرك لقيمة يو أذ وين اثنين لماذا دخلت صعوب كثيرة في الإسلام إسلامكم حيوم مضبط إنه سوق لين رغبة تنبيه سوق لين تعالى وقبان لأنه رفع عنها ظلم قدر هذه بخط القاضي وحقق لها العدل علي وصول قلي ثلاثة ماذا جعل المسلمين إسلام من المسلمين مخرجي إسلامكم مسلمين أمة واحدة مخرجي لأن ربها واحد وكتابها واحد وكتابها واحد ورسولها واحد وقبلتها واحد أربعة من المزايا التي جعلت العالم الإسلامية ومحارمها أقارك أخرتها دوية إسلامك من أهم مناطق العالم عالم كقوبه وكياله كوقوان أقومه بسنقرتي وحوهي صوت وحا أهيد وحا النقضي هل بوليه أدونك أيو كياله وماشي ودحات بويه قارضها يسكحرا وحا كانوا ليه ميراها الله يسكيك وبيل يسكيك وشي بيها بضها أي أنت بضن كيالان عالم الإسلامي وحول ليه هاي نقال حق بيرها يحق معدنتها يحق حيوان كي حولها نوربا ما تراث ما ثروات واتنسى ما ثروات الموجودة في العالم الإسلامي تنوى ثروات كو وحول ليه ثروات زراعية ومعدنية وحيوانية ستح دبول ليه هاي برواق حق بيرها يحق معدنتها يحق حولها نوربا وحول نقضي لما يلها وميمسن وحوي وارم ماش وقول له حيزاد جودة سكحدة سنمرك قابها لسيو جدبو يودوين كبرها كبحة على سكان مرانة سيو كيالا انتو ده بدل مفردات هل كان وحوي ريو كري كريئة تدريب واحد ليس كوبات هاتي وح الله قال إذا مراد في الكلمات التالية كلمة ده هن وح الله معناها كلمة ده هن صوص عضة من الناس الناس كي سوقات شعب مبالغ كقرن يعني محل من دقن كرا أمة ثم الله من دقن كرتا كثيرة محل من دقن كرا يعني واسع على من دقن كرتا أما كبيرة تشمل وتضم واحد كوبتوي يضل معنا تضم الأماكن أن واحد بلا من دقن كرا ويعني ما يراها كل دوانا سنة عام بلا من دقن كرا هاتي مداد الكلمات التالية من النص رجلا صوص عضنا كو كسور تي الناس كسوقات شمال بلغ قرن أو قوية جنوب بلغ كسور تي ده تين شرق بلغ قرن غرب بلغ كسور تي ده ثلاثة الظلم بلغ قرن أو قدر رأى وعكس عدل أو قصور بلغ كسور تي ده أربعة اتفاق بلغ قرن أو يعني إن له شيء عكس اختلاف أو إن له استيداء خمسة خارج بلغ قرن أو بحياة دخل بلغ كسور تي ده تدريب ثاني ليس كلامات سليس كحريري بين الكلمات لبدا كلمدود الله تاني تأتي يعني معا اوض الصعودو معنه هو الصعودو واستعملهم اوض يكسو في جملة من إنشائك جملة اضوغ اضوغ رسد بأنك قدر هكذا محا الكرة بحاك قرر وكبدا هكذا محاك قرر الأرضية والكرة الأرضية وكبدا بلوكا ولوغة جيدو بلوكو سيو كبدو سميسيهاي الكرة الأرضية بحاك الله هذا بحر بحاك قرر هكذا محاك قرر بحر العرب بضع عربات هكذا ما حقوا قرن الدعوة باقية دينتا الإسلامية تبع حقا كلا نقوا قرن لبضا أنا أسكحن هكذا ما حقوا قرن الممرات ما يلاها الممرات لقى قدبو المائية حق بيها بضاها لإسكي قدبو هكذا كانوا قرن الخليج بالكا قرن العربي هكذا كانوا قرن يعني خليج كعربيت كعن كعربيت هكذا ما حقوا قرن الجزيرة العربية تبع قرن مدول بنت أساس قدونته شملت قدر أدو إما كوا ظرف المك وحوين هرت ملاحظة نحوية وملعسي حاجة نحوذا كصابسًا يد يتلعوا حاجة من نحوذا كصابسًا ظرف المكان بايم خلقه الله يهضبه هذا ظرف المكان وحلا هذا أصل كذا ماشي شغل أي ماشي شغل خد عضو يا ظرف المكان الله يهضبه اسم هرت هو مقع ظرف مكانكو فعل يحرف معها مصوب ولا قربة لما قدر ما هصبه يدل على مكان وقوع الفعل وكا وملعسي خد عضي هذا ظرف المكان مقصو ميلوي بديهين
laakiin kan xawada lagu soo qaato waxa weeye meel shaqo lagu qabtay waminu waxa kamida shamaal ba kamida xagga qooyi janub xagga koonfureed sharqun xagga bari garbun xagga galbeed amaam xagga hore waraa xagga dambe khalfa xagga dambe yimiin xagga midig yasaar xagga bidix bayna meesha u dhaxaysa inda agtiisa fuuqa xagga sare taxta xagga hoose waxa soo dhameey waa wada makan shaqana ka dhici karta udrus baro oo walaahid u fiirso taqaa waxa ku taala eegada almadiinatu magaalada madiini shamaala makkata magaalada makka oo qoyb ay ka xigtaa eegada marka shaqa ayaa meeshii taala halkaas ay ku taala baa la leeyay marka shamaal waa makaanka ay ku taala ay noqonaysa marka itniin yusalli wuxuu tukinaya al-imam yusalli wuxuu ku tukanaya al-imam imaamki uu tukanaya amaam al-maamumin maamuminta uu ka horeeyaa wa hum iyaguna khalfa way ka dambeeyaan marka amaamna waa darf makaan oo waa ku tukanayo khalfana waa darf makaan waa ku tukanayaan maamuminta oo salaadaas u dhaxayso ayaa mid walba ku xiran waa amalka ka dhacaya meesha talaata wajada al-islaamu wahada afwan wahada wuxuu mideeyay al-islaamu islaamku bayna muslimiinta ka muslimiinta uu mideeyay yaani tawxiidka iyo mideeyntu dadka muslimiinta dhexdooda ka dhacdo weeye arbaca al-qalamu fawqa al-kitaab qalamku wuxuu dul yaalaa kitaab marka waa in shaygu ay shaqa meesha ka jirto khamsa al-kitaabu taxta al-xaqiiba kitaabku shandadu ka hooseeya taxta marka waa darf makaan sita usalli khalfa maqaami ibraahim waxaan ku tukanayaa maqaami goobta nabi ibraahim istaagay xaggeeda dambe ayaan ku tukanaa madhagaxa xaggiisa dambe khalfa marka halka salaadu ku dhacayso waa darf makaan sita as-sayaaratu waraa shajara baabulku geedka xaggiisa dambe u yaala marka waraa waxa weeye darf makaan kutusaya meel shaqa ka dhacday shaqaduna oolitaanka baabulku yaalo tamaniya at-tabiib inda al-baab dhaqtarku wuxuu joogaa albaabka agtiisa inda waa darf makaan waxay muujinaysaa shaqa kaaga dhacday halkan oo waxa jooga dhanka dhaqtarka tadriib waa laylis ajibka jawaab can kulli su'aali su'aal kasta ka jawaab bijumlatin jumla kaga jawaab tasmalu koobtay calaa darafin calaa darf makaan jumla darf makaan ku jira kaga jawaab su'aalahan soo socda oo munaasib macnahana ku haboon lagu weydiinayo kama filmi salaasa tusaalahan halka wuxuu ku yiri ayna qalamuka qalinkaagii mee wuxuu kaga jawaabay qalamii fawqa daftar qalamkaygu buuggayga buuggu dul yaalaa marka imkana su'aashan u fiirso itniin ayna taqcul jaamicatu jaamicadu halkay ku taallaa talaata ayna taqifu lxaafila basku halkuu taagan yahay arbaca ayna yaqifu lmaamuum halkuu istaagayaa maamuumku khamsa ayna yaqifu limaam halkuu imaamku istaagayaa sita ayna tajlisu fi listiraaxa qolka nasashada fasaxa masalan iskuulka marka dhiganaya waqtiga fasaxa oo kale halkeed markaa fadhiisataa waqtiga istiraaxada sabca ayna daa'ira halkay joogtaa diyaaradu tamaaniya ayna alkacbatu kacbadu halkay ku taallaa tisca ayna dabiib dhakhtarkii halkuu jooga cashara ayna dacaam cuntadii halkay taallaa waxaadna waxaad kaga jawaabtaa jumla darful makaan ku jiro asbaabu dacfi lmuslimiin an waxaan kaga sheegaynaa sababaha muslimiintu maanta daciifka u yihiin ee u itaal daran yihiin una il daran yihiin waa maxay sababteedu cabdisalaam wuxuu yidhi araaka waxaan ku arkayaa mahmuuman inaad murugaysan tahay fima tufakir inaad murugaysan tahaan ku arkayaa maxaad ka fikiraysaa hamigu had iyo jeer waxa loo isticmaalaa waxa mustaqbaliya inta badan maxaad ka fikiraysaa cabdullahi wuxuu yidhi ufakir waxaan ka fikirayaa fii xaali lmuslimiin xaalada iyo arrinta ay ku sugayiin muslimiintu haadihi layaam maalmahan imikay adduunyadu marayso muslimiinta xaaladoodana aada uga murugaysanahay cabdisalaam wuxuu yidhi laqad asaabahum waxaa ku dhacay muslimiinta dacfun tamardaro shadiidun aada u adag cabdullaahi baa wuxuu yidhi ficlan sida xaqiiqda ah ama runta ah faqad kaanu waxay ahaan jireen ummatun ummad bay ahaan jireen muslimiintu waaxidatan isku mid ah faasbaxu waxay imika noqdeen duwalan dawlada u qaybsameen cadiidatan tiro badan cabdisalaam wuxuu yidhi maa asbaabu haada dacf maxaa u sababa tamardarada ku dhacday muslimiinta fi ra'yika si adiga kula tahay cabdullahi wuxuu yihi hunaaka asbaabun waxaa halkaa jira sababo daakhiliyatun dadka muslimiinta gudahooda ah iyo wa ukhraa kuwo kale oo khaarijiyatun xagga dibadaha iyo ummadaha kale kaga imanaya cabdisalaam baa wuxuu yihi linabda bal aan ku bilowno awalan kolka hore bil asbaabi sababaha daciifka dhaliyey adaakhiliyati ee muslimiinta dhexdooda ka jira cabdisalaam wuxuu yihi cabdullahi baa yidhi ahamuha kuwa gudahooda waxa ugu muhiimsan ibticaadu lmuslimiin dadka muslimiinta oo ka fogaaday cani lislaami diinta islaamka wa kasratu lkhilaafaat khilaafaatkii oo ku batay dadka muslimiinta ah waalmunaasacaati iyo muranka oo aada ugu batay baynahum dhexdooda waishtiqaaluhum iyagoo ku mashquulay bimaa laa yufiid wax aan waxtar lahayn oo min alcilmi xagga aqoonta lafteeda wax aan faa'iido lahayn
ayay ku mashquuleen wax faa'iido lehaa ma baranayaan. Abdussalaam baa wuxuu leeyahay wama al-asbaab wa ma hay sababaha al-kharijiyatu xagga dibadda kaga imanayay oo madaxa kale ee daciifka sababay. Abdullah wuxuu leeyahay asbaabun kathiiratun qaar fara badan baa jira cala raasiha waxa sababaha oo madaxa oo ugu weyn al-isticmaalu gumaysiga ee muslimiinta ku dhacay wal istishraaq baa iyaduna kamid ah istishraaq وقار يعني مسلم اسكا دغا او مستشرقين لا يلاهدو او ريبر اسكا دغا او دينتا اسلام كبرتا او ظالمين او دباتو وين كو مسلمينتا والغزو الثقافي هي ورك حق اقونتا لا سو قاداي مستشرقين تسي عبد الله بربره لو شيغ جيرو كاله كو سو كاله وي سو لا قاداي دينتا اسلام كنت برتان عدو او دباتو بدن كو هيا او مارته مسلمين هوستا كدمينيا والغزو الثقافي qasbu faqafigu waa aqoonti la soo weeray oo manhajkoodi laga kixay oo diintoodi laga fogeeyay oo wax kale loo dhigayo oo la fooftarna habaabinayo. Abdusalaam wuxuu wamal amal maxaynu hadaba qabanaa shaqo seen waxaan idhaahnaa waxa soo dhibaateeday jiraan kayf yarjucu saa ugu soo noqon karaan almuslimiina muslimiintu ilaa ahdil quwa xilliga ay xoog lahaayeen saa ugu soo noqon karaan waa sidii loogu soo celin karo. Abdullaah wuxuu yidhi idaa rajacuu hadday ku soo noqdaan ila diinihim diintoodi haday dib ugu soo noqdaan wataxadu dib ay u midoobaan wastaaanu bil cilmi aqoonta ay kaashaan dhabta ay faa'iido leh oo waxaan ay ku dowaxayna iskaga tagaan in faa'iido lahayn siim jiim inta ku jira haday aqoon dhabo bartaan way diinada kula tartamaan oo wax isgii celiyaan ee ummad bay noqonayaan. Abdusalaam wuxuu yiri idaa rajacu ila diinihim markay diintoodi dib ugu noqdaan wataxadu iyaguna ay midoobaan wastaaanu bil cilmi cilmiga ay kaashaan saddexdaasaa tiriye هل هذا ممكن واحد مسؤول قال يا ابو الهرطه وحنا ودنا لسو كيني كرا ان انت سو دنا لسو كينا معقول ما تني دينتي كو نوقدان او ميد نما هلان او علم برتان وحتريا مسؤوليس عبد الله خري نعم ممكن ها وا صورته قال واخ وديدي يا ما جرو باذن الله الى هيدن كيس وي سوروبيسا فقد بدات وحب بلا بنتو موقته علامات ذلك من نما ان شيغينو يا دينتو لو سو نوقدو يا اقون ان وحلا برتو خوغن او دنيا علميده لا انفعي اخربا لبرتو وابي مقتراتكيدي يا استامهيدي والله اعلم بالثواب وبالله توفيق.